سر عمل يا مو فجة بقول بيتك يعني سمكتها على زعابي ما كنت أنا هم بالشارع أنا يا من نحكي إذا أنت كبير فهم من أدي وإذا أنت صغير حتى فهم الشنطة كانت بقول بيتك أبويا مرض من تجر يعني شو أنت أحكي لكم بعد بيانا غير هي فرجة تصوير هي بقول بيتك أخي مرض من تجر دخيل الحسن الهوم حي هوم حي هوم انا نحكي باللغة هاي اخذ بابو بيتك راح مع الحسن شنو هالمصعبة هاي ما عاد ابهات ما عاد امهات فهمونا بس فهمونا هاي الجهال هبرها بالشارع عندنا هاي ما تقول اني وين رايح سيد ما طلعنا شوية بدك تحجون شديد عمي دول وقعت انتوا وين تحجون وين نايمين اصحوا انا شوف هاي اصلكم وجيب يجيب لازم سير لازم سير لازم سير طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة بحسب أرقام وزارة التخطيط في العراق فإن التعداد السكاني تجاوز 39 مليون نسمة هذه الأرقام لعام 2019 أي العام الماضي عدد المستشفيات في كافة أنحاء العراق وبحسب أرقام وزارة الصحة في العراق طبعا المستشفيات الصغيرة والمستوصفات وإلى آخره 257 فقط عدد أجهزة التنفس في العراق 300 جهاز فقط ل 39 مليون نسمة أو أكثر 300 جهاز تنفسي فقط وهذه أرقام بحسب وزارة الصحة في العراق تصرح وزارة الصحة بينما تصرح وزارة الصحة بأن العراق يحتاج في الوقت الحالي إلى 2000 جهاز تنفسي لتوزيعها على المستشفيات في ظل الظروف الراهنة وانتشار وباء كورونا طبعا الإنفاق الحكومات المتعاقبة على القطاع الصحي منذ العام 2003 ولغاية الآن من أقل دول المنطقة بل والعالم أجمع السؤال أين ذهبت مئات المليارات من موازنات العراق التي وصلت إلى نحو تريليون دولار على مدى 17 سنة لكي يعلن البنك المركزي العراقي قبل 4 أيام عن ما وصفها في بيانه نجاحه في جمع 44 مليار دينار من 52 جهة متبرعة لشراء أجهزة التنفس الاصطناعي لمرضى كورونا والذي يتسبب نقصه بوفاة المريض يعني صارت الحكومة مثل ما نقول باللهجة العراقية الجدي من المؤسسات ومن رجال الأعمال حتى تجمع فلوس حتى تجيب أجهزة تنفس وتوزعها على المستشفيات طبعا اليوم تقرير لمركز ستراتفورد الأمريكي للدراسات الاستراتيجية قال بأن الحكومة في العراق أثبتت بأنها فاسدة للغاية وهذا طبعا شيء ما يخفى على أحد من العراقيين وتعتمد بشكل مفرط على عائدات النفط والغاز أضاف المركز بأن الحكومة في العراق عاجزة عن توفير الخدمات الضرورية والأساسية للعراقيين وأشار إلى أنه في الوقت الذي تحارب الحكومات من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا تحاول الحكومة في العراق التشبث بالسلطة وقمع التظاهرات المناهضة لها عبر قواتها الأمنية من خلال التذرع بمواجهة انتشار مرض كورونا 300 جهاز تنفسي فقط في العراق كله طبعا وكالة أسوشيتد بريس
الأمريكية يعني حذرت من مخاطر انتشار فيروس كورونا في العراق مع استمرار التجمعات في جميع المحافظات. نقلت الوكالة عن مسؤولين في وزارة الصحة قولهم بأن أعداد المصابين بالفيروس قد تشهد تحولا كارثيا إذا ظل المشهد على ما هو عليه، خاصة في ظل عدم استعداد المنظومة الطبية لاستيعاب سيناريو الانتشار الواسع للفيروس. معنا اتصال من بغداد. اتصال رياض، أم رياض من بغداد. تفضلي أم رياض. أم رياض أي والله. تفضلي. أي عيوني فدوة. نعم. يعني أحكي يا أمي. تفضلي عيني أم رياض. عيوني. نعم. زاد فضلك فدوة لقلبك. الله يسلمك. أنا أم رياض من المدائن. نعم. عندي 4 شهداء. نعم. عندي 4 شهداء ومرة معوقة وعندي أيتام. نعم. أم رياض الله يخليك. أم رياض نصيلي التلفزيون. نصيلي التلفزيون للأخير وصوتك واضح ومسموع واحكي اللي تريدين تحكينا. فدوى لقلبك. فوليتي احتقلوه. نعم. كانت مشكلة هنا صارت وعلى سبب المشكلة احتقلوه. وتاهمته مرة من المدينة بأن هو خاطف ابنها. نعم. بأن خاطف ابنها وهو عنده 7 احترافات كل العالم جبت تنازلت عنه حتى من البصرة. نعم. والله العظيم قسما بالله حسبي الله ونعم الوكيل. تقول ما تنازل إلا تنطوني مبلغ من المال وأني مرة عندي بتر ومعوقة وقاعدة على أيتام. الله ومان الله أنا من المداعن من سلمان باك. نعم. وهسه تريد من عندي مبلغ وخلت وليدي يحكمونه مؤبد. فنطلب من الله ومن الحكومة تشوف حالنا وتفرج على أولادنا من هذا المرض. خلي تخاف الله بينا. يعني هو خلي يشوفون الحكومة يشوفون يعني يصير هيك بأولادهم يرضون على نفسهم. خلي يراعون مشاعرنا ويراعون أولادنا. إحنا مظلومين. والله قلت لك 7 دعاوي كلها تنازلت عنا. حتى دعوة من الدعاوي من البصرة والله العظيم كل شيء ما عنده. ونطلب إعادة تحقيق على أولادنا إذا هم عندهم شيء. يدزون للاستخبارات، يدزون للمختار، يدزون. الحمد لله إحنا ناس مزكاين وناس نظيفين. فخلي راعوا يشوفونا ويشوفون رب العالمين فينا. يعني ما يصير. نعم. يراعون نظامنا وهضمنا وجهاننا. هسه الظلم كاتلهم والجوع كاتلهم واحنا قاعدين ايجار. ما يصير. خلي خافون الله بينا. واني معوقة مقعدة الكرسي. والله من انزل القرآن. ما يصير هيكي. ما يصير هذا الظلم. خلي يدحجون على اولادهم. يدحجون يرضون يسوا اولادهم بالسجون والامراض رأجتهم. يرضون. والله مظلومين. اوصل صوتي يا يمه. نعم. صار اسبوع اطلب والله ما دا احصلكم عيوني يمه. الله يسلمك ويفرج عنك. حسبي الله ونعم الوكيل. يريد اولادنا. خلي تمو اطلاق صراحهم. ليش هيكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. واني اشكركم عيوني والله يبارك بيكم ونسال الله يحفظكم. امين ويحفظكم ويفرج عنك وعن جميع العراقيين وعن جميع المظلومين. معاناة العراقيين مع الأسف يعني لا تنتهي. طبعا لجنة الصحة النيابية قالت بأن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كما قالت اللجنة غير مكترث لأزمة فيروس كورونا في العراق. أوضحت اللجنة بأن هناك عدم اكتراث واضح من قبل رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بأزمة كورونا، ولم يقوم بزيارة وزارة الصحة أو أي مؤسسة حكومية، خاصة وأن حكومات العالم مستنفرة في مواجهة وباء كورونا. أضافت اللجنة النيابية بأن عبد المهدي غير في وقت السابق الهيكل الإداري لخلية الأزمة والمشكلة منذ شهر، لافتا إلى أن الوضع غير مناسب لهكذا إجراء ودليل على عدم اكتراث بالوضع الوبائي للبلاد، وهو يحاول معاقبة الشعب بالطبقة السياسية كما قالت
اللجنة الصحة، لجنة الصحة النيابية. طبعا قائم مقام مدينة الصدر ورئيس خلية الأزمة فيها برر، وهو عبد الستار كاظم، برر فرض القوات الأمنية لحظر التجوال بالقوة في المدينة إلى وجود ثغرات في تطبيق حظر التجوال، وأضاف بأن فرض القوة أثناء فض التجمعات التي كسرت الحظر يرجع إلى عدد سكان المدينة الكبير وأغلبهم من العائلات الفقيرة، وبالتالي صعوبة فرض بعض الإجراءات، وطالب بتوزيع مفردات الحصة التموينية على العائلات في المدينة. وطبعا نشوف احنا مقاطع مصورة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة فرض القوات الحكومية واللجان الطبية، ومثل ما شفنا في بداية الحلقة بالقوة. وكذلك يعني هناك تقصير، طبعا التقصير الأولي تتحمل الحكومة، لأنه احنا البارحة مثل ما حكينا حلقة البارحة وخصصناها عن معاناة أصحاب المهن اليومية والكسبة، الملايين اللي موجودين في العراق والعوائل الفقيرة، يعني الحكومة على الأقل قبل ما تفرض حظر التجوال توزع حصة حقيقية، مو الحصص الكلاوات اللي جرت العادة عليها في العراق السنوات الماضية، توزع على الأقل ما الثلاث أشهر اللي قدام، يعني ايش راح يضر الحكومة؟ يعني ملايين الدولارات تصرف على وزارة التجارة شهريا والمواطن مدى يحصل البطاقة التموينية. طبعا صحيفة ميدل إيست مونيتور يعني كشفت عن ذعر يعيش أطباء العراق وهم يستقبلون المصابين بكورونا لانعدام أجهزة الفحص. ومثل ما تكلمنا العراق كله بي 300 جهاز للتنفس الاصطناعي، وهذا 300 يعني اللهم هل يشتغلن كلهن لو نصهن لو ربعهن ما تدري. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه يعني عدم توفر ما يكفي من الأسرة للمصابين في وقت حذرت فيه وكالة رويترز من كارثة صحية متوقعة إذا استمر العجز والتخبط الحكومي إزاء وباء كورونا. لجنة النزاهة النيابية يعني حذرت من كارثة إنسانية جراء النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية الخاصة بالإسعاف الفوري. عضو اللجنة النائب حيدر الفؤادي قال بأن شكاوى كثيرة وردت تؤكد وجود تقصير بتوفير تلك بمستشفيات العراق وخاصة بمناطق الشعلة والكاظمية، وطالب خلية الأزمة الحكومية بالتدخل لدعم دوائر وزارة الصحة والأطباء والكوادر الصحية لمكافحة ذلك الوباء. معنا اتصال أم أزهار من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. احنا نتكلم، اذا نتكلم عن حكومات العالم فهي الحكومات الاصيله، لكن ما نتكلم عن العراق. العراق من 2003 الى هذا اليوم ما اجت له حكومه، اجوا له عصابات، وكل العصابات هم استنفذوا فلوس العراق واخذوا فلوسه كله وباقوه. واحسن ما هسه المسؤولين يقعدون يقدون من فلان وعلان، ما ياخذون من رواتبهم بالملايين، واللي صدروها خارج العراق واللي ودوها اللي بنوا بيها قصور واللي اخذوا ما اخذوا. عيب اصلا، عيب عليهم يقولون احنا حكومه، وعيب عليهم يقعدون على الكراسي هسه، لان هسه يعني بدا الناس كلها تشمئز منهم، لانه كل العراقيين هسه قاموا يستنفرون هذول الاوباش اللي اجونا، لانه ما اجوا لا صلحوا مستشفى ولا بنوا مدارس ولا بنوا تعليم ولا صلحوا اي شيء. كلهم قاعدين على كلهم هسه قاعدين بقصور صدام، وكل المستشفيات اللي كان صدام بانيها، وكل الشوارع اللي كانت مؤسسة من قبل، وكل شيء ما سووه هم اجوا يقتلون وينهبون ويسلبون ويبوقون ويقعدون على الكراسي يتعاركون على هاي. وعندهم عصابات
من الخزعلي ومن العامري ومن الحكيم وكلهم وكل واحد من هذول اللي اجوا وقعدوا على الكراسي ويردون يحكمون كلهم عندهم اصابات وكلهم عندهم نفوذ تقتل هذا الشعب المظلوم. فكروا بالناس اللي قاعده بالخيام، فكروا بالناس اللي ما عندهم رواتب، فكروا بالناس اللي ما عندهم اي منفذ للشغل حتى لما يمنعون التجول. كل البلدان من منعت التجول اول ما فكرت بشعوبها. لا. شنو تنطيهم؟ انطتهم فلوس وانطتهم مواد غذائيه وانطتهم كل شيء ما عدا العراق. اذا العراق اللي اجوا له ناس ايرانيين حاقدين على الحكومة، حاقدين على الشعب العراقي ويردون يقتلونه، وهم جابوا الكورونا وهم جابوا المرض انه من قبل هذول الزوار الايرانيين اللي ما يسدون الحدود وياهم، لان هذول هم اللي يامروهم هم رؤسائهم بايران. أنا أشكرك أم أزهار من بغداد كانت معنا. أنا بس أذكر أعتذر عن استقبال الاتصالات على الواتساب، الواتساب فقط رسائل قصيرة، وأرجو من يكتب الرسالة تكون رسالة واضحة، لأن هناك رسائل صراحة ما أقدر أقرأها، لأن أنا مباشرة أقرأ الرسالة فإملاءها يعني جدا يعني ما ينقري. اتصالات على الواتساب ماكو، عندك 3 أرقام ممكن تتصل عليها بطريقة مباشرة على البرنامج. معنا اتصال أم محمد من ديالة، تفضل يا أم محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، بس أجي أنبه على شغلة واحدة. تفضلي. لما كان سليم الجبور رئيس البرلمان صوتوا على قرار أي عند واحد عنده فصيل مسلح ما يشارك بالانتخابات. نعم. لما صوتوا عليها شلون لعد دخلت هاي الأحزاب للانتخابات؟ نعم. يعني إحنا عايشين مهزلة. ونحمل هاي احنا نحمل البرلمان مسؤولية هذا اللي يصير بينا كنا. نعم. لان احنا ما عندنا حكومة اصلا، ما يصير نقول عندنا حكومة، يعني كل شيء نسوي كنا. نعم. ويعني ايش قد هسه نبقى نتناقش في هذا الموضوع ما نجيب نتيجة، لان احنا حاكمتنا احزاب، ما عندنا حكومة ولا مؤسسات ولا دولة اصلا. مع الاسف الله. يعني سجناء ما طالعين، حصص غذائية ما شايفين، أولادنا قاعدين من الشغل، ما حد ما فيهم فرصة عمل. الله يفرج الله. بس أريدك تركز على موضوع اللي سواه سليم الجبوري لما هو كان رئيس البرلمان وصوت على هذا القرار، وهسه الميليشيات دخلت العملية السياسية وقامت يتحكم بينا. نعم. معروف هذا الأمر أختي، معروف هذا الأمر، هم الجماعة يعني اللي يفيدهم يسووا له قانون، واللي ما يفيدهم يعني عادي. السلطة بيدهم، السلطة مثل ما أنت قلتي سلطة أحزاب وليست سلطة الدولة. هم صوتوا وكل واحد عنده فصيل مسلح ما يصير ينتم العملية السياسية ويدخل انتخابات. مو بعدين يعني دمجوا على أساس دمجوها هاي الميليشيات بالقوات المسلحة. يلا والله تعبنا، والله يا أستاذ عمر تعبنا، احنا عام عايشين مثل العالم. الله يعين، الله يعين. يعني هاي يعني عندنا ناس قاعدة إيجارات ما بيها توفر إيجار الشهر، ما بيها تدفع مولد، ما بيها تروح تعالج أولادها، يعني كم ذوب احنا نبقى هيجي؟ نعم. وهسه يقولون رواتب الدور الشهر الجاي ماكو، يعني فلوسنا وين؟ حلول البرلمان أستاذ عمر، خلي حلول البرلمان، ترى إحنا ما حد ناخذ فلوسنا غير البرلمانيين. نعم. وأشكرك يا عيني. أنا أشكرك أم محمد من ديالة كانت معنا. دكتور حسام من بريطانيا، دكتور تكلمت في بداية الحلقة أنه بحسب أرقام وزارة التخطيط يعني إحنا تقريبا وصلنا إلى 40 مليون نسمة تعداد سكان العراق، عندنا فقط 257 مستشفى تتوزع على كل أنحاء العراق بين مستشفى ومستوصف ومستشفى صغيرة، وعندنا بس 300 جهاز للتنفس الاصطناعي، ومعروف أنه العراق من أقل بلدان العالم بالإنفاق على القطاع الصحي. شلون نشوف القطاع الصحي في العراق في ظل الوضع حاليا، خاصة مع تفشي وباء
كورونا كان بالعراق أو بالمنطقة أو حول العالم. دكتور حسام تسمعني؟ دكتور حسام من بريطانيا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور حسام. نعم دكتور حسام تسمعني؟ دكتور حسام نعم تسمعني؟ أسمعك أسمعك. أنا سألتك دكتور، تحدثنا ببداية الحلقة أنه يعني تعداد العراق تقريبا قارب إلى بحسب طبعا أرقام وزارة التخطيط لدراسة لها العام الماضي أنه تجاوز 39 مليون، وصل إلى تقريبا 40 مليون نسمة. العراق عنده فقط 257 مستشفى، طبعا كما تقول وزارة الصحة موزعة على كل أنحاء العراق. عندنا فقط 300 جهاز لتنفس التنفس الاصطناعي، محتاجين حاليا بحسب وزارة الصحة إلى 2000 جهاز تنفسي. سألتك يعني شلون تشوف، وانت دكتور شلون تشوف الوضع الصحي في العراق مع تفشي فيروس كورونا إن كان في العراق أو المنطقة أو في العالم؟ السلام عليكم ابن عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام على الكادر الطيب إن شاء الله لينصركم رب العالمين، والسلام حياك الله لكل العراقيين الطيبين. والله كلمة مصيبة قليلة. نعم مصيبة، كلمة مصيبة قليلة بالشيء اللي يصيب العراق أبدا. كل شيء متدهور جدا، وما في أي 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 نوع من الصحة في أي شيء، مع الأسف مع الأسف. والله شيء لو تحط حجر يسمع الكلام هذا يتفتت الحجر من القهر ومن الألم على الشيء اللي يصير بالعراق. على نعم. كل هذا كل الوضع احنا منتهي منه. أريد أتكلم بس بشكل عام، أكو أمور مهمة جدا للناس، الناس الطيبين اللي يتكالبون على الأكل وعلى من شان لقمة الخبز. طيب أحسن شيء بهالحالة هذه، طالما ما موجودة لا كمامات ولا أي شيء، أحسن شيء على الأقل يلبسون الحجاب ويلفوه على خشمهم وحلقهم، هاي وحدة النساء. نعم من يطلعون برا يعني يجيبون أكل ولا شيء آخر، مهم جدا هذا الشيء، هذا قد لا يمنع. بالنسبة للرجال هو الشماغ يلفوه على خشمهم وحلقهم. صراحة أنا أتكلم كأنه البلد تعبان إلى درجة جدا. مع الأسف بعض الناس يطلعون ويتجمهرون، وهذا الشيء خطأ طبعا. نعم ما يصير الشيء هذا، بس الواقع مرير. الناس تريد تشتري أكل، طبعا أكل موجود، فإحنا نحكي من واقع مرير حتى نتغلب على المشكلة هذا ونقلل من خطر الإصابات. يعني طبعا شكر للمبادرات اللي يقوم بها التوعية الطبية للمتظاهرين، بارك الله بهم جزاهم كل خير. متأكد أن احنا عندنا أطباء جيدين ما شاء الله بالعراق، لكنه الأطباء انت شلون تأخذ جندي تودي للجبهة لا متدرب ولا عنده بندقية، شلون يحارب؟ يعني ذول الجهاز يعني الأطباء بالعراق والمريضات يعني شنو مصيرهم؟ يواجهون عدو غير منظور بهالشكل هذا بدون كمامات بدون حماية. والله جريمة كبرى هذه. طيب نعم. يعني الشيء الآخر أنصح الناس أنه طالما ما متوفر أي شيء، أنا ما عندي خبر كامل عن الموضوع. الشيء الآخر صار إصابات بالحرس الثوري الإيراني، إصابات بهذا. وأنا أوجه كلام إلى الميليشيات، أنتم أيضا معرضون للإصابات بسبب الحرس الثوري، وراح يمشي بكم هذا الفيروس بشكل لا نظير له. خلصوا من الحرس الثوري ورجعوهم إلى بلدهم، ورجعوا الـ 400 عائلة اللي قاعدة بالرمادي. شو تسوي هاي العائلة الإيرانية الجاية من سوريا؟ يمكن مصابين، لازم يفحصوهم ويلزوهم إلى إيران. شكو باقين بالعراق؟ شنو السياحة؟ مصيبة مصيبة هذه مصيبة. الشيء الآخر الناس أحسن شيء الكبار يبقون بالبيت ما يطلعون، بس يطلعون آخرين يتسوقون. الكبار مهم يبقون، اللي عندهم سكري اللي عندهم ضغط اللي عندهم مشاكل بالتنفس يبقون بالبيت ما يطلعون، يطلعون جيرانهم أحد يساعدهم بهالشكل هذا. نعم يا ابن عمر تسمعني تمام؟ نعم. الشيء الآخر الناس أبسط شيء هو المي وملح. كل عائلة كل شخص يطلع من البيت يتمرمر بمي وملح ويتغرر بمي وملح، لأنه هاي الجرثومة تبقى قبل ما تستشري، قبل ما تصير تتفاعل 4 أيام بالحنجرة عموما. نعم. حتى كل جرثومة يتغرر واحد بمي ملح أو مي خال وأي شيء آخر قبل ما يطلع من البيت.
ويلبس قلت لك يعني النساء الحجاب او الرجال اليشماغ يطلعون يخلصون شغلهم يرجعون بسرعه، من يرجع ايضا يذب الشماغ او يذب الحجاب وتغسله ويغسله ويتمضمض ايضا بمي ملح، هذا اقل شيء. نعم. لانه المشكله هذا فيروس ما يستجيب للانتي بايوتكس المضادات. نعم. زين بالنسبه لل 300 جهاز دكتور. كثره من المي يعني حاله هذا الشيء مهم. دكتور. يعني هذا الشيء اللي اقوله يعني الوضع نعم. تعبان يعني مستشفيات قليله ومستشفيات تعبانه نعم. حسب ما يبدو. زين احنا بعد 17 سنه يعني اكتشفنا عندنا بس 300 جهاز تنفس ل 40 مليون نسمه. والله هذه مأساة هذه، بس انا انصح الناس اللي بالبيوت يفتحون الشبابيك من اجل التهويه، وانصح الناس اللي عندهم اطفال رجاء رجاء خلوا اطفالكم في بيوتكم. ما يصير الشيء هذا يعني مهما كان يشوفون اي شيء. اعرف انه الوضع بالعراق الان يعني بالعراق ما اعرف العراق شنو هو، مشاكل بيوت متزاحمه والناس وين تروح؟ طبعا تمام صحيح، لكن الوضع وضع مخيف، هذا فيروس مخيف ومدمر الناس، دمر الوف مؤلفه من بايطاليا وبامريكا، امريكا اللي هي تعتبر يعني افضل نظام صحي بالعالم. نعم يعني هي كان دول الاتحاد الاوروبي اسبانيا ايطاليا المانيا كذلك الوف الوف مصابين، هذا بس 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 المفحوصين غير المفحوصين ما معروف فعلا لحد الان. نعم. في بريطانيا ما زاد 225 مليون مقدمين على مساعدات غذائيه، بامريكا طيب احنا وين قاعد احنا؟ ما يصير هالشيء هذا. نعم. ظلم ظلم كبير يعني لازم يصير فتح حل، يعني الحل هو الحل الناس، ترك الحكومه، الحكومه ماكو حكومه، الناس لازم هي تهتم. وبارك الله بالتوعيه الصحيه للمتظاهرين. نعم. ممتاز يعني التطهير مهم، اهم شيء التطهير، والوقايه مهمه، والغسل بعد الرجوع البيت مهم قدر الامكان يعني. اما الاكل لازم يتوفر اكل، لازم يتوفر اكل، انا يعني اناشد الجمعيات الخيريه بكل مكان بالعراق وبالدول العربيه انه يقدمون مساعدات يعني لازم، ما يصير الشيء هذا. نعم. انا اشكرك دكتور حسام من بريطانيا كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. السلام عليكم. 27/3/2020 يوم الجمعة، المفرزة الطبية التوعوية بالاشتراك مع اتحاد طلبة بغداد الأبطال، احنا مستمرين بالحملة اليوم التاسع على التوالي، حملة تعقيم وتوعية وارشادات صحية، مستمرين بهاي الحملة يوميا، فحص جميع الثوار اللي موجودين داخل الساحة يوميا. اقدر اقول لك خليك في البيت، خاطر عائلتك خليك بالبيت، وخاطر الاطفال موجودين حمود نبقى بالبيت، خاطر اهلك كبار بالسن ابقى بالبيت، خاطر الشهداء خليك بالبيت، خاطر وطنك خليك بالبيت. اجهزة دفاتر كان توصل الشدات، دفاتر توصل الشدات، الحلة تفرعون دفاتر لشراء اجهزة دفاتر دفاتر. الله يبارك بين بابين، الله يبارك فيهم، الله يبارك فيهم، الله يحفظهم، الله يحفظهم ويبارك. نسخة السياسيين تشاهدون؟ لا لا يتقن البرلمان ونس ما حد يتبرع خويا حاي، الله ينتقم منهم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، احنا نشوف طبعا مقاطع الفيديو اللي تنعرض على قناة الرافدين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شلون تكاتف العراقيين، يعني مثل ما تكلم المواطن العراقي قال خلي يشوفون السياسيين بلكي يستحون على انفسهم. رسالة ومناشدة تقول أو يقول: السلام عليكم أستاذ عمر، نحن عالقين في تركيا، كان عندنا عودة إلى البصرة يوم 25/3 مطار اسطنبول، طائرة الخطوط الجوية العراقية، يقول امرأة كبيرة في السن اتصلنا بهم، الموضوع ليس بإيدهم على ما ينفتح الحظر، ما أعرف إذا بس إحنا لو أكو أحد ويانا، عموما يعني شنو نسوي؟ بلكي توصل رسالتنا، وشكرا لبرنامجكم الراقي. معاناة العراقيين طبعا في المطارات البارحة هم تكلمنا عنها، هناك كثير من العراقيين عالقين في تركيا في دبي في دول أخرى، مأساة. معنا اتصال محمد من السليمانية، تفضل محمد. عزيز
اهلا وسهلا بك. شلونك استاذ عمر؟ يا هلا بك، اهلا وسهلا بك. نشكركم ونشكر قناتكم. حياك كل الكادر مالها ان شاء الله. حياك الله يا هلا بك. استاذ احنا بالنسبه لنا بسليمانيه. نعم. مهجرين صار لهم 7 سنين. والله بس العرب يعني ناس تعاون ناس، الحكومه ما شفنا من عندها فتشي خلاص. وهاي حكومه صار لها 17 سنه محتاره بنفسها، كل واحد جي حكم له 4 سنين وما يعرفون، ذبل شنق من العالم مساجين 10,000 15,000 والعالم ضاعت وراحت، هسه حال مساجين شلون استاذ العزيز؟ نعم مأساة. وندعم من الله يفرج على هالأمة هاي إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أخي محمد أنتوا قاعدين ببيوت هناك بمخيمات؟ لا والله إحنا قاعدين من بوقت التهجير طلعنا ببيوت، المخيمات مخيمات والبيوت بيوت، بس نعم. البيوت العالم اللي قاعدة بالبيوت أزيد من المخيمات. شلون أحد يجيب لكم مساعدات؟ والله العظيم يعني ذاك اليوم بالصدفه صارت، كانوا يوزعون بجامع الامام علي مال الكراد مساعدات. نعم. جاء واحد سالنا مستطرق قال يا ابو وين الجامع؟ قلنا له ذاك الجامع اللي غلط، طلع هو يوزع مساعدات وطانع اللاقي هاي عن الحلال والحرام. نعم. الولد عربي دا يوزع في سبيل الله دا يدور الناس الفقره. نعم. بيا منطقه انتم؟ حتى الخيرين يسمعون. ومنطقه ولوبه سليمانيه. شو اسمها؟ ولوبة. ولوبة وروبة. اي نعم. يعني واحنا ننوه على فتشي استاذ نعم. العزيز نعم. طيب بزمن صدام النظام السابق كان كل ما يطلع بالتلفزيون يضحك اطلع عفو للمساجين، هاي الحكومة صار 17 سنة والله ناس بالسجون ما حد يندلها وين، عندنا زدمة من ربعنا ابن خالي والله خذون حكم اعدامين هو مواليد 99 بيا سنة الحكم؟ هاي ما صار سنة من الحكم هيك. والله حتى شلوه يعني من حزامه جوا مشي ما يمشي خلاص. على ابو هاي ب 2014 انت تعرف. نعم. على وبالتحديد على ابو جنابي. جيبوا دبه بالسجن، جيبوا دبه ليطب العقرب مال حله ما يطلع خلاص، سلامات خلاص. وما عدنا غير الله والطيبين استاذ عمر. ونعم بالله، ان شاء الله يسمعوكم الطيبين. انا ليش سالتك على مكانكم؟ لان اكو ناس خيره وان شاء الله توصلكم مساعده. ثاني اشكرك محمد من السليمانيه كان معنا. معنا اتصال حسين من البصره، تفضل حسين. الله يسعدك استاذ عمر. اهلا وسهلا بك. حي ودوم يا هلا بك. شلونك؟ شلون صحتك؟ خير الحمد لله، الله يسلمك، تفضل. رحمة الله عليك استاذ عمر. احنا لو عراقيين وبينا نخوة وبينا شيمة ونقول يعني صحيح بينا نخوة وشيمة. نعم. لو احنا الأول مو عراقيين استاذ عمر نقول لا والله يهودين يعني أم اليهود قلت أحسن من العراق وأحسن من هاي الحكومة. استقبل الله أنا ذاك اليوم أنا ما طالع السيارة ما طالع وقاعد يعني بالإيجار. وما طالع استاذ عمر. نعم. بس نصلي التلفزيون أخي حسين نصلي إياه. نعم. احنا نقول جماعه واحد صاحبي طلعت بالسياره استاذ عمر وديته وصلت للمستشفى ورجعت قصوني وصل ال 100 الف يا ابو علي جبت لي مريض نخوه لاخواني نخوه لاخواني وانا قاعد بالايجار وهاي عرفت جواب يعني منين نجيب احنا هاي الفلوس اللي قاعد يظلمونا بيها. نعم. هم ذولا يا هم ذولا الاشوار وهذول جماعه الشغل الله اكبر وخلي الجو الجسم الله وكيلك ويفرجون السنن استقبل الله العظيم اللي يقضونه يهدونه ويعرفونه ما شنو يهدونه والله يعرفونه ياخذون منه فلوس يدسون له وصل يعني بعد هيك قاطعت انا العراقيين هم تخيل القاطع على فيك القاطع على الخلل عن اللي يموتنا ما نشيله. نعم. المؤجر ما عفى هذا الشهر عنك؟ ابد ما عفوا استقبل الله العظيم بس الدور سيارتي هاي الثانيه هاي السياره الثانيه مال ابني هم اليوم ماخذ له مليون الله وكيلك من منطقه نجاه جبل البحر. نعم. وداه المستشفى رجع عليه قال ابوي قصر وصل يعني هل تقبل دي استاذ عمر انت؟ نعم.
لا تبدلين تبدلون فيها يعني هاي حكومة هاي الله عليك هاي حكومة يعني ساعد الإنسان سوي حالة ثانية نودي المستشفى يرجع عليه يقصر لي وقته نعم يعني بالله العظيم ما عرف شنو من الحكومة ما عرف لا فيه من الحكومة وهم يقولون نفس الله في الأخذار الشكر هم نفس المدلين ما معروفين واحد واحد اللي تكلوه بالمظاهرة استقبل الله العظيم هم ذو نفس المقلين جوجسهم مال المستشفى العسكري مال البصرة نعم زين يعني احنا جاي نسوي يعني نقول حسب الله ونعم الوكيل خلينا نسمينه بيت الله الله شاهد نسمينه بيت الله وان شاء الله يسوي الله يسوي لنا حل يعني يعني هسه عجونا في جوال وكنا مثل ما يقول يعني القوت قوة علينا الله في الأسلام ما نشتغل ما عليها استقبل الله العظيم وهي سياراتنا الواقفة وانا حالاتنا واقفة يعني تعبانة ويعني يجيك واحد وقال لك يا ابا انا طاحت مرضي طاح ابني طاح اخوي طاح يعني انا ما يصير ما لازم نودي ونطلع نلقى مرتين عشان يقصوا لنا وصولات نعم الله يعين انا اشكرك الله يهمك استاذ عمر يعني انت تسوي نعم. تسول على هاي السالفه ان شاء الله الخيرين يسمعوكم يقصرون وياك انا اشكرك حسين من البصره كان معنا محمد من الناصريه تفضل محمد السلام عليكم استاذ عمر وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا احييك وحيي قناتكم الموقره وعاملين الله يا اهلا بيك الله يسلمك احنا بالنسبه هاي الحكومه حكومه هي جائره يعني حكومه فاسده حكومه مجرمه هسه احنا اللي ندري بي يعني البلدان اللي مثلا يسوون الحظر حظر على الشعب اول ما يوفرون الطعام والغذاء مفردات الكميه فهم دول كلشهم ما موفرين لا مفردات الكميه ولا رواتب الناس راحت انتهت كتلها الجوع ناس يعني انتهت كتلها الجوع فقراء ما عندها يعني كلشهم ما تتملك ودول يلا محتارين بنفسهم بالكراسي وبسرقاتهم دولة مجرمين فأستاذ عمر دولة يجب على الشعب يجب على رجال الدين يجب على العشائر يجب عليهم يعني الانكار لهم يطلعون عليهم فيجاهدونهم يجاهدونهم يعني بألسنتهم وأنفسهم وأموالهم بأن دولة مجرمين كفرة وهم لا ينسون يعني كلام الحسين عليه السلام منكم سلطان جائر مستحل لحرمات الله يعمل بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بفعل أم قول حقا على الله أن يدخل مدخله فالساكت عن الحق هو شيطان أخرس إحنا نقول مع الأسف وين ثورة العشرين أين ثورة العشرين ذهبت أين الفالة والمقوار أين أحفاد شعلان أبو تشول اللي يقول يعني الطوب أحسن يوم مقواري وين راحوا ثورة العشرين وين بنحشيهم وينهم يعني ذولا مخليينهم يصولون ويجولون كلهم فسدة مجرمين المفروض تقوم رجال الدين وتقوم العشائر الأصيلة لأن ذولا مجرمين كفرة ملحدين ذولا يردون الانتقام من الشعب العراقي ومن المسلمين نعم فساد عمر ذولا يعني كلهم يعني يحتبرون أمام مسؤولية كبيرة أمام الله باكر كلهم يتحاسبون نعم بالفعل لأن الظالم إحنا ما نخليه يصول ويجول نعم أنا أشكرك محمد من الناصرية كان معنا خلونا نقرأ رسالة واتساب مرحبا أستاذ عمر أنا بنت الموصل عندي أخوتي اثنين معتقلين نريد العفو العام خايفين عليهم من مرض كورونا والسجون متروسة مظاليم الدعاوى الكيدية تقول سبب التعذيب غيرها من الدعاوى الطائفية أولادنا في رقبتكم العفو العام مطلب إنساني وشعبي وشعب العراق ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء تقول والله تعبنا من كثر ما نطالب بالعفو العام عن السجناء الأبرياء وشكرا جزيلا أرجع وأكرر أعتذر عن استقبال الاتصالات على رقم الواتساب فقط مخصص للرسائل القصيرة أرجوكم أخوتي وما نستلم لا مقطع فيديو هنا ولا نستلم بصمة صوت مرحبا أخ عمر تقول أنا من محافظة واسط قضاء الصويرة منطقة التنمية تقول أحب أشكر قناتكم الموقرة تقول أولا أخ عمر تدري قبل أسبوع بالحالتين المصابة بمرض كورونا في واسط تقول زارنا محمد المياحي محافظ واسط تقول وخصص 500 كمامة للمركز الصحي الموجود في المنطقة 500 بس
تقول من رحنا لقينا 50 كمامة فقط وما نعرف الباقيات وين راحن. يعني هن 500 وراحن منهن 450 بقى 50 وهي استخدامها مرة واحدة. رسالة من أبو عبد الرحمن يقول السلام عليكم، يقول حفظ الله العراق وأهله ورحم الله الشهداء وشافى كل مرضى وأزاح هذه الغمة من هذه الأمة وينتقم من كل المسؤولين بالحكومة، يقول ما ذنب هذا الوطن الجريح. رسالة يقول السلام عليكم، أو تقول السلام عليكم، أنا أم عبد الله البصرة، أخي الحكومة ليش ما جاي تستجيب لمطالب الشعب؟ ما مطالبهم بشي، رايدين فقط العفو العام. نعم. اتصال معنا أبو مريم من الرمادي، تفضل أبو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي عمر؟ حياك الله يا أهلا بك. شلون صحتك؟ الله يسلمك ويخليك، تفضل أبو مريم. بس نص التلفزيون الله يخليك. حياك الله حياك الله عمر، شلونك أخوي العزيز؟ بس نص التلفزيون الله يخليك. حبيبي منصة التلفزيون يا عيني، بس تصير عصبي علي رحمة الوالدك، أنا أعصابي من وراء هذا الوباء اللي جانا، الغضب من إيران ومن الدول الغربية. حتى صوتك يصير واضح، تفضل أبو مريم، تفضل عيني. أخي عمر شلونك؟ بخير الحمد لله. أنا بس أريد أسأل سؤال، ذول اللي فازوا بالانتخابات، اللي فوزوا بالانتخابات وينهم؟ اللي كان يوزعون المواد الغذائية قبل الانتخابات، هذا اليوم إذا أنتوا البرلمانيين اطلعوا على شعبكم، مثل ما كنتوا توزعون المواد الغذائية قبل الانتخابات، البطانيات والجنط وغيرها توزعوها للشعب في سبيل ينتخبكم الشعب، هسه على هذا اليوم كنا نريده. إذا أنتوا صحيح رجال وتقولون إحنا حكومة، اطلعوا شعب إخوانكم العراقيين، هذا الوباء اللي قاله انتو جبتوا الفاسدين. انا شد الاخ محمد بن ناصر الكربوني اللي انتخبناه وفوزناه وحصلنا له على 15000 صوت، وينك؟ اللي كنت توزع بطانيات وطحين وغيره قبل الانتخابات، اليوم الشعب المظلوم، اكو البرلمانيين، اكو يا اخوان، اكو هذا الشعب، هذا الوباء اللي قاله من ايران ومن غيره، سد المنافذ واليوم يومكم، اطلعوا يا رؤساء الوزراء ورئيس الوزراء ايها البرلمانيين الذين انتخبكم الشعب يا اخي عمر. نعم. انتخبناهم. اسمح لي عمر، يا عمر الوردة يا اخي، اللهم احفظ الشعب العراقي يا رب العالمين، يا الله اللهم ارفع هذا الوباء من الشعب والاسلام جميعا يا رب العالمين، خلي يطلعون الاشد، كل مسؤول اللي كنتوا قبل الانتخابات تتوزعون اشكال والوان الرصيد وغيرها تتوزعون، اليوم اطلعوا اليوم من رواتبكم، تبرعوا برواتبكم للشعب العراقي، لا كمامة عزه، لا كل شيء عزه، لا مواد غذائيه عزه، اليوم انتوا البرلمانيين اناشد كل برامي كل الاشاير، اطمع الشعب العراقي، ساعدوا اخوانكم المظلومين ايها الشعب العراقي، يا شوخ العشائر المنطقه الغربيه، وينهم؟ شو وقت تكتز العظم؟ اقولكم شو وقت تكتز؟ هذا الوضع اللي جاله حرموا العراقيين، لا اكل ولا شرب ولا علاج ولا دواء، اطلع يا البرلمان، اطلع يا شوخ العشائر ولا شد اخواني ثوره العشرين اهل الناصريه، اطلع اليوم يومكم يا اخوان، اطلعوا ساعدوا اخوانكم العراقيين يا اخوي. نعم. اين اثبتوا يا المسؤولين؟ ضامين رؤوسكم يا اخي، ليش؟ قبل الانتخابات تجون تولعون كرتات وغير كرتات؟ بالفعل. واليوم وقفوا اليوم شعبكم، الامراه العراقيه تاشد والطفل ياشد، ليش يا اخي ليش؟ الى متى؟ انا اشكرك ابو مريم من الرمادي، صوتك وصل وكلامك واقعي وحقيقي ومؤلم بنفس الوقت. أم مصطفى من الأنبار، تفضل يا أم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي إحنا نطالب بالعفو العام. نعم. يعني أخوي انحكم ظلم، يعني حكم والله بالإعدام، هو بس الواحد، والدتي مريضة والله تعبانة. نعم.
اريد العفو العام يعني جاي يطالبون هواي بالعفو، ما حد ينفذ هذا العفو. من يمتى جاي العالم فين طالب بالعفو؟ نعم والله يا اخوي اريد نطالب بالعفو العام، اذا هم الوزاره ما ينطون عفو نطالب من امريكا هم طلعها من سجنها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا نريدهم يطلعون يعني شنو ذلك وفاي وراز كورونا منتشر في كل العراق، يعني نريدهم يطلعون يعني والله ما يصير. نعم. الله يفرج كعب. الله يفرج عن كل بريء. أنا أشكرك أختي أم مصطفى من الأنبار كانت معنا. يعني كل الدول تعلن عن العفو حتى الأنظمة الدكتاتورية إلا في العراق. والعفو بس يشمل جماعتهم، إذا سووا عفو نتذكر سووا عفو هيك يعني خطف بس شملوا بيه جماعتهم تابعين للأحزاب اللي تابعين للميليشيات. أما المظلومين والمختطفين والمعتقلين والمغيبين واللي راحوا بدعاوى كيدية لا لا حول ولا قوة إلا بالله. رسالة على الواتساب تقول عند تمديد حظر التجوال إلى 11/4 يكون أمام الحكومة خيار واحد لتطبيق الحظر وهو توزيع الحصة التموينية المخصصة زائد 50,000 دينار على الأقل لكل فرد غير موظف. طبعا اليوم وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليوصل أو ترتفع الحصية الكلية إلى 506 حالات. نسأل الله الشفاء العاجل جميع المصابين وأن يجنبنا الله عز وجل هذا الوباء على العراق وعلى المسلمين وعلى جميع الإنسانية. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.